العال علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير أجمعين. وزي ما انت شايف يعني الحمد لله كل واحد جاي يطلع ياخذ ايش متطلباته للبيت، اكله شرب اغراضه، بيتسوق وبيروح، ولكن الحمد لله انه شهر فضيل بغض ان الاجواء حاره وش زي كده، فانه رحمه رب العالمين قالبه يعني طبعا اللي مش حاسين لا بجوع ولا بعطش وهذا، والواحد بيطلع بيتسوق باريحيه والحمد لله. شهر رمضان احلى منه ما فيش، ويجي على عبادنا الطاهرين الفخرين بخير، ويجعلنا منصورين على من عدانا، ويبعد عنا شر العاطل واللي تأتى.